السلام عليكم ورحمة الله، حياكم مولاي يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح. بلقاء اليوم في عنا فكرة جميلة يجب أن نسلط الضوء عليها، بتسبب بعض العراقيل أثناء العمل في برنامج باوربوينت، بالأخص لما يكون في عندك تفاصيل كتيرة ضمن السلايد الواحد أو الشريحة الواحدة، يعني عندك أشكال وعندك صوريات وعندك أيقونات ونصوص وعندك خلفية وفيها زخم أثناء التصميم، فبتقف عندك عائق موضوع تحديد العناصر ضمن الشريحة، بالأخص لما بكون أنا ضابط صورة بالخلفية أو عاطي صورة بخلفية الأشكال، فكلما أجي لحتى أحدد عنصر معين تتحدد معي الخلفية. فربما اليوم أنا وجدت لكم طريقة جميلة لكيفية التخلص من موضوع هذه الإشكالية وكيفية عزل الخلفية عن العناصر ضمن الشريحة. فلو كنت مهتم في برنامج باوربوينت واحتراف مهارات العمل في برنامج باوربوينت، تابع معي بعد الفاصل، وبعد تكرما ما تضغط على مفتاح اللايك وتشاركني بتعليق عن أي فكرة بتحب نسلط الضوء عليها. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. ويلا حتى نشوف شو هي مهارتنا اليوم في برنامج الممتع مايكروسوفت باوربوينت. اهلا بكم اصدقائي مره تانية. مثل ما انا شايفين نحن الان في برنامج باوربوينت وعندي مجموعه عناصر بشريحه افتراضيه، فعندي بعض الاشكال اللي هي بعض المستطيلات، وعندي تكست اللي هي نصوص، وعندي ايش، عندي ايضا ايقونات. لو انا بدي ابدا بوضع صوره بالخلفيه وابدا باستكمال التصميم لهذه الشريحه، فانا بكون محضر مجموعه صور. خلني اختار اي صوره وليكن على سبيل المثال هذه الصوره وناخذها الى شريحه باوربوينت. خلنا نصغر شويه لبعض، اضغط مفتاح الكنترول مع الشيفت ومنكبرها لحتى تكون ملء الشريحه. عندي شيء اسمه نقل الى الخلفيه، سواء نقرت على صوره باليمين وبجي الى نقل الى الخلفية مشان تكون خلفية العناصر. خلني احدد فقط مربعات النصوص واحولها الى اللون الاصفر او الابيض عشان النصوص تضح معنا. انت الان لو جيت تحدد احد هذه العناصر او بتحدد مجموعة من هذه العناصر، فبتلاحظ ببدي انقر واسحب يتم تحديد الخلفية وبيكون في عندي صعوبة في التحديد. فهذا هو العرض الرئيسي للمشكلة وكيف ممكن أنا أتخلص منها بطريقة جميلة، بالرغم أن برنامج باوربوينت لا يدعم قفل الطبقات. يعني نحن لو توجهنا إلى قائمة تنسيق الصورة أو تنسيق الأشكال وفعلنا من جزء التحديد المنطقة الخاصة بعرض العناصر الموجودة عندي بالشريحة، لو جيت نقرت باليمين ما عندي شيء اسمه لوك أو قفل لأي عنصر، بحيث أنه أنا أقوم بإقفال هذا العنصر لما أنا أمر المشير عليه في غرض سيلكشن أو التحديد. مثل ما بنعرف في برنامج أدوبي إلستريتور على سبيل المثال، في عندي إمكانية لحتى نعمل لوك أو قفل لعنصر معين، وأيضا بالفوتوشوب عندي تحديد للليارات أو الطبقات المعينة لحتى أتحكم فيها أثناء التصميم في فراغ معين بطلاقة ومرونة وسلاسة. لكن في برنامج باوربوينت عندنا هذه المعضلة وعندي هذه المشكلة. كيف فينا ممكن نحلها؟ أنا رح أقول لك باختصار بكيفية حل هذه المشكلة. رح نتوجه بداية إلى قائمة عرض ومنتوجه إلى الشكل الرئيسي للشريحة. رح ننزل للأسفل أو بأي مكان كنت بتحب تعدل على أي تخطيط موجود، بتحب أنك تضيف تخطيط جديد وتبدأ بالعمل عليه. رح أقول لك Ctrl A، أحدد كل الكائنات الافتراضية الموجودة وأقوم بإزالتها وأقوم بسحب الصورة وأسقاطها بهذا المكان وبأخذ لها حجم معين، تمام، وخلاص اقفل ايش، اقفل معي المخطط، انتهى معي المخطط. ممكن اعمل ادراج تخطيط جديد نفس المبدا، بعمل كنترول اي وبعطي ديليت، وممكن اجلب صوره ثانيه وليكن عندي هذه الصوره ومنحطها ايضا بالخلفيه، كنترول مع الشيفت وخلنا نوسعها. ممكن اجيب صوره ثالثه، تمام، نفس المبدا، بحدد الكل وبقوم بازاله كل الاشكال الموجوده، وممكن اختار انا صوره اخيره، ما بعرف كنت اخترت هذه الصورة بلا ما اخترتها، اضغط كنترول مع الشيفت ومقوم بتكبيرها على ملء الشريحة تماما. بس يلي انتهيت راح اتوجه الى الشكل الرئيسي للشريحة وبعطي اغلاق العرض الرئيسي ونرجع الى شريحتنا ان احنا شغالين عليها. انا لو محتاج اضع خلفية لهذه الشريحة انقر باليمين، بتوجه الى تخطيط وبنزل للاسفل ومنشاهد المخططات اللي ادرجت من خلالها الصور. فانا لو بدي استخدم هذه الصورة بهذه الشريحة فقط كل ما هو مطلوب مني هو نقر عليها لمرة واحدة وخلاص، أصبحت معي بخلفية الشريحة.
فالآن بتحكم بالأشكال بطريقة يعني مرنة وجميلة للغاية، سواء كانت أشكال أو نصوص أو حتى أيقونات، وتم عزل الخلفية بشكل كامل. الآن ربما حد يسألني، طيب يا أستاذ أحمد، أنا كيف ممكن أعدل حتى على أبعاد الصورة بحيث أنه الصورة تكون معي مرة بس أنا بدي أكبرها، مرة بدي أصغرها؟ ممكن الحل يكون يعني أيضا بنفس الطريقة مقدم لحضرتك، بتوجه إلى قائمة عرض وإلى الشكل الرئيسي عندي، وليكن رح أتعامل مع هذه الصورة، وفرضا رح نستخدم هذه الصورة بأكثر من موضع، فخلني أعمل ديبليكيت أو تكرار للتخطيط، وبسحب الصورة إلى مكان معين. تمام، خلنا نصغر شوي مساحة العمل كاملا، بضغط كنترول مع شيفت ومنوسعها بشكل كامل، وباخذ الصورة وليكن عندي اياها على هذا المكان. خلني اعمل ديبليكيت ايضا تخطيط مكرر، وبرجع باخذ الصورة على مكان اخر. تمام، ممكن اعمل ديبليكيت تكرار، وممكن ارجع اصغر الصورة وليكن عندي اياها بهذا الشكل. تمام، بس يلي انتهيت، بعطي إغلاق العرض الرئيسي. رح نرجع إلى الشريحة اللي نحن شغالين عليها، وشوف الجمالية الآن بالموضوع، وفرت لي وقت وجهد وعطتني تراتبية جميلة حتى بالعمل باستخدام العناصر بالخلفية بأي طريقة عرض أنا بختارها. رح ننقر باليمين وبتوجه إلى تخطيط، ورح نشوف المزيد من أشكال التخطيط اللي نحن قمنا بضبطها. أنت محتاج الصورة تكون عندك بهذا الشكل أم بهذا الشكل أم بهذا الشكل، فخلنا نشوف. هذه صورة بالشكل الأول، برجع بنقر باليمين وبتوجه إلى تخطيط، عندي صورة مثلا بمنطقة تانية أو بشكل تاني أو بحجم تاني، برجع إلى تخطيط عندي صورة بشكل ثالث. هذه الطريقة تعطيك مرونة وعمل وديناميكية أكثر وفاعلية وإنتاجية أكثر لما بتقوم بموضوع عزل الخلفية عن العناصر أثناء تصميم عروضك التقديمية في برنامج باوربوينت. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم شيء جميل ونافع ولائق فيكم كالمعتاد، فتكرما لا تنسوني من تفاعلكم من الدعم. تجزو عني كل خير، وألقاكم على خير، ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.